تأخر الإنجاب معناه إنه سيدة تزوجت لمدة عام كامل والعلاقة الزوجية منتظمة، يعني زوجها ما بيسافرش أو هي ما بتسافرش. بعد سنة نقدر نقول ما حصلش حمل، نقدر نقول ده تأخر إنجاب. في بعض الأحيان يقولوا سنتين، بس إحنا في المجتمعات الشرقية بنقول سنة. ومع ذلك تلاقي ناس بتجيلك بعد شهر أو شهرين يقول لك ما حضرتش ليه؟ وهكذا. العادات الشرقية والمصرية بالذات يبقوا قلقانين جدا إلى إذا تأخرت أول 3 شهور ولا 6 شهور، فبنشوف حالات كتير جدا بتيجي بدري. والحقيقة من الخطأ إن إحنا يعني نديها منشط بدري، يعني أحيانا طبعا تحت ضغط الأسر وتحت ضغط الحموات وضغط العادات المصرية بيضطر الدكاترة إن هم يستخدموا بعض الأدوية، بس أنا بفضل إن هم حتى لما يدوا أدوية يدوا مكملات غذائية، ما يدوش منشطات إذا كان لابد، يعني يدي مكمل غذائي ما يديش منشطات ويرهق الأم من بدري كده أو الزوجة بالمنشطات، لأنه ده ليس تأخر إنجاب. لكن القاعدة دي لا تنطبق على كل الستات أو كل العرايس أو كل البنات. ليه؟ لأن واحدة اتجوزت 35 سنة، دي هتقول لي استنى سنة علشان نشوف حملت ولا ما حملتش؟ لا طبعا، لأنه الوقت ضيق شوية، لأنه العمر الذهبي للإنجاب من 20 ل 30. طب ب 35 تجاوزنا، طب هي لسه متجوزة 35 سنة، فلا تستنى عليها سنة؟ لا طبعا، دي لو ما حملتش شهر والتاني والتالت، لا خش واستخدم كل الوسائل الممكنة علشان يحدث حمل. لأنه من الطبيعي إنه الست البنت لما بتتولد بيتولد معاها مخزون معين من البويضات، المخزون ده يبدأ ينضب من أول ما تجيلها الدورة الشهرية لغاية ما تنقطع الدورة الشهرية، أو قبل الانقطاع بيحصل إنه المخزون ده بيتلاشى شوية شوية وهكذا. فنتوقع إنه بعد 35 المخزون بيقل، ويبدأ يقل 37، 39 يقل خالص، 40 يقل جدا، لغاية 42 يكاد يكون نفسه. هتقولي لي لا ده جارتنا 45 سنة وبتخلف، أقول لك وارد لأنها خلفت قبل كده فممكن تخلف. لكن جارتنا اتجوزت سنها 40 سنة ومتأخرة في الإنجاب، أقعد أقول لا ليه اتأخرت ليه؟ ما أمها ولدت على 45 ولا 47 سنة. اللي هي اللي جابت مرة واثنين وثلاثة وأربعة يجوز إنها تجيب عيل على 49 سنة، يجوز، لكن ما حملتش خالص هي دي المشكلة. فعشان كده الأمر يعني ترزي وقماش، لازم تفصل البنطلون على قد المريضة، ما ينفعش إن احنا في قاعدة ثابتة، ما فيش قاعدة ثابتة. يعني ممكن سيدة تكون عندها مثلا 40 سنة أو فوق 40 سنة تلجأ إن هي تعمل حقن مجهري عادي جدا. لو أن هناك تبويض، لو أن مخزون البويضات يسمح، يعني في الأول بنعمل قياس للهرمونات ونشوف قياس الهرمونات سليم ولا لا. القياس الهرمونات كويس، نشوف مخزون المبيض، مخزون المبيض كويس تمام، يبدأ ندي منشط عشان نطلع بويضات عشان نعمل حقن مجهري. لكن لازم نضع في الحسبان إنه كل ما تقدم السن كل ما كانت نسبة النجاح أقل. يعني اللي بتعمل حقن مجهري وسنها 30 أو 29 سنة غير اللي بتعمل حقن مجهري وسنها 41. هناك يعني فرق السن ده بيقلل نسبة نجاح الحقن المجهري. العوامل بتختلف والعمر بيلعب دور، السن بيلعب دور في الموضوع.